أعلنت شركة ياهو عن إزالتها لكل المحتويات من مجموعة المناقشة المجانية على الإنترنت الخاصة بها المسمات مجموعة ياهو. وذكرت الشركة أن موقع مجموعة ياهو سيزيل بالتاريخ 14 من كانون الأول المقبل بشكل نهائي جميع المحتويات المنشورة سابقا على الموقع. ووفقا للشركة، فإن بإمكان المستخدمين تنزيل بياناتهم الخاصة من لوحة معلومات الموقع، مضيفا أن جميع المجموعات العامة ستصبح خاصة أو مقيدة، مما يوفر للمسؤولين إمكانية وصول محدودة ويسمح لهم بإدارة مختلف إعدادات المجموعة وأدوات الإدارة.